معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني بيقولوا. انت ايه يابا انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه بتضحك على ايه؟ عشان ابالي ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عم بقول لك اه. معلش انت قلت الجملة ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوة. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش. هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا معلش. جاي ليه؟ آه جاي عشان اقابل المعلم منعم. المعلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش خليني شوشو ايه دبدوبي المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. اه خش يلا خش جوه. طب اللي جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا. انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف هتف على تف تف علي. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. طب ما تخليها تف. على الطلاق لا اقتلك. لا لا الله. حد ليه يشوف حاجه؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. اه جايز. هي عيقه. اه سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام. بس أخد الحق صنعة. واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة.
انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه، احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما اخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. اه احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذه. اه نيلي ده طلع خارق. واو اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبه ايس كريم في الفريزر والنور قطع تاكله هو سايح، ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف ولا. نعدي من هنا؟ اه وطي اهبل. اوعى بقرف، مش كفايه اللي احنا فيه. I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ اه ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش سك بقى الشاي ورسل حجرين حشيش على بانجو. من عناية سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ اه ليجل. انا ما اعرفش انا طوعتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. وديك جيت. اسكت بقى خلينا نشوف هنختار مين. ها شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتهيألي ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره الدهن في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي يا عم. رضا
اهلا اهلا. ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو عمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله، معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ؟ بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لازعه الراجل في 100. انت مالك يا ابن اصحاب شاب، بدل ما كشلك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك؟ والله لا والله ما تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا، هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه يا ستي؟ مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه تخينه، هنيجي نهرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نهرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده 5 دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذة بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك، وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمة بيتي بيت بيتي بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البنت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي أصلا مقتبسة مني، يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي جت قعدت مكان حضرتك هنا، أنا بقى شربتها الكاركتر لما أقنته. والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي وتطلعوا البنت اللي جوايا. أكيد في حاجات تانية جواكي غير البنت اللي جواكي أكيد. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية إيه يا أبلة؟ تفهم من بقك، أنا مش حرامية، أنا ما مديش إيدي في جيب حد. أمال إيه بس؟ لا أنا هجامة. الله، وهجامة في نادي إيه بقى؟ أنا أعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكورة النسائية. لا أنا مش هجامة في فريق كورة، أنا أسرق منزل أطفش خزنة كده يعني. تسرقي متحف؟ أسرق متحف. أسرق متحف؟ لو عايز أقتل أعمل إيه؟ تخنق في الأول واد أسمر. يا نهار أحمر. يا نهار أسود، ما تخلصوني يا جدعان، متحف إيه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكية. أصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا ألف سلامة عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى، وتلاقيه كله أجهزة إنذارات وكلاب حراسة، ده تلاقيه الحكومة مدروزة هناك. مدروزة؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، إحنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. أنت عايزة إيه؟ يعني أنت أحسن واحدة. قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت عايزاه؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمة لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والتلاتة واللي بتاع هتاخدوا فاتورة ضريبية. فاتورة ضريبية؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول
لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها، العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5000 جنيه وأنا 5000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3000 بس. انت عبيط يا لا، انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25000 جنيه. حقك. لا استني يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ؟ تفهم من بقك ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكره النسائيه. لا انا مش هتجمع في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لابش بقى، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت عايزاه؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمة لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والتلاتة واللي بتاع هتاخدوا فاتورة ضريبية. فاتورة ضريبية؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها، العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5000 جنيه وأنا 5000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3000 بس. انت عبيط يا لا، انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخننا على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25000 جنيه. حقك. لا استني يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكوا تتشاوروا كده منكم ببعضيكوا وماسكه في ديلكوا وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا. مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انتوا حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم سجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكرانا شباب فرافير وهاتيه والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليا حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب، انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منى، معلم منى. خلاص خلصت القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا يا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شويه حراميه. مش ايه ده؟ بتاعت قهوه الحراميه يا ابني. انا اسف انا اسف.
يا معلم منعم، معلم منعم ما بيردش، التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيد، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا هتسيبوني لوحدي؟ انا هاجي معاكم. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي والله. طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل محفظه عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز؟ ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين لحد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه، ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي. ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، انت سيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه، وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي؟ بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقف على وشي. يلا. ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفيه منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز، خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخدينا اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض، رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجنن انت هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. يتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس، شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني، انا زي امك. يا امي انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني، ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيكشف منها الموبايلات اللي معاه، اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي. يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسك. لا لا لا، طب طب والكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قول لي. لا انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنت الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلع والا فرتك دماغي. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلع الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم، اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص.